فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فلما جاءهم ما عرفوا، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه من قبل حسدوه وكفروا به. الحمد لله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين. لعنهم كما أنه غضب عليهم لأنهم خالفوا الحق عن معرفة وعن علم، وحملهم على ذلك الكبر والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إذن فاليهود مغضوب عليهم وملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عليهم الكفر، فلعنة الله على الكافرين، فدل على أن أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، وأنهم أشد كفرا من عبدة الأوثان ومن الأميين، لأن عندهم الكتاب والمعرفة، فهم عصوا الله على بصيرة، فاستحقوا هذا الغضب وهذه اللعنة، وسجل الله عليهم الكفر. وفي هذا رد على الذين ينادون الآن بأن الأديان كلها صحيحة، وأنه لا إنكار على اليهود ولا إنكار على النصارى، وأنه يجب أن تجتمع الأديان الثلاثة، يعني يريدون الجمع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وهذا لن يكون أبدا. فإنه لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من الكافرين، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الأميين أو من العرب أو من العجم أو من أي جنس كان.